كل هذه الأسماء موجودة: السنة، الإيمان، الشريعة، فدونوها وردوا على المخالفين، فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها. فإن الله يقيض له حماة في كل زمان يحفظونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به العمي ويردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أو ما هذا معناه من خطبة الإمام أحمد الجيدة الجليلة. ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقائد، العقيدة أو التوحيد، وتداولوا هذه الكتب المستخلصة مما ألفه هؤلاء.